السلام عليكم طلاب الصف التاسع المتقدم. بعد انتهائنا من درس قوانين كيبلر راح نحل ورقة عمل على درس الجاذبية أو على قوانين كيبلر. بتمنى من كل واحد فيكم قبل ما نبدأ بورقة العمل يحاول يسترجع قوانين كيبلر. حتى نسترجع مع بعض، ذكرنا في قوانين كيبلر ثلاث قوانين. كان القانون الأول بينص على أن حركة الكواكب حول الشمس هي في مسارات أو مدارات إهليلجية. اتفقنا أن المدار الإهليلجي هو عبارة عن مدار قريب من الشكل البيضوي. اتفقنا أيضا أن الشمس تكون في إحدى البؤرتين. أما قانون كيبلر الثاني فكان عم بيقول لي انه الخط الوهمي الذي يصل بين الشمس والكواكب يقطع مساحات متساوية خلال فترات زمنية متساوية. واصطلحنا ايضا على انه المسافة التي يقطعها الكوكب حول الشمس تكون اكبر عندما يكون أقرب من الشمس خلال نفس الزمن الذي يتحركه عندما يكون أبعد. وهذا الاستنتاج أدى إلى استنتاج مفهوم آخر، أن سرعة الكوكب حول الشمس تكون أسرع عنها عندما يكون أبعد عن الشمس. قانون كيبلر الثالث كان عم يعبر لي عن علاقة رياضية. هالعلاقة الرياضية عم تربط لي بين دوري الكوكبين وأنصاف أقطار مداراتها. راح نبدأ بحل ورقة العمل. السؤال الأول هو كالتالي، اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي. يكون مسار الكوكب عند دورانه عند الشمس بشكل، لو كلاتنا رجعنا لقانون كيبلر الأول وفكرنا ما هو المسار الذي يتبعه الكوكب عند دورانه حول الشمس؟ إما مسار دائري أو مسار إهليلجي أو منحني متغير، والخيار الأخير هو متعرج. راح أترككم دقيقة كاملة لحتى نحل السؤال. إذا راجعت قانون كيبلر الأول راح يكون كيبلر الأول عم يحكي لي أن الشكل المسار الذي يتخذه الكوكب عند دورانه حول الشمس هو مدار إهليلجي. إذا الجواب هو إهليلجي. راح ننتقل للفقرة الثانية من ورقة العمل. عم تحكي لي أنه نعبر عن قانون كيبلر الثالث بالعلاقة. العلاقة الأولى، العلاقة A، هي عبارة عن R1 مربع على R2 مربع تساوي T1 تربيع على T2 تربيع. العلاقة B، R1 مكعب على R2 مربع تساوي T1 تربيع على T2 تربيع. أما العلاقة C فهي عبارة عن R1 مربع على R2 مربع تساوي T1 تربيع على T2 تكعيب. أما العلاقة الأخيرة وهي عبارة عن علاقة D فبتحكي لي على أنه R1 مكعب على R2 مكعب تساوي T1 مربع على T2 مربع. رح نترككم دقيقة لحتى تراجعوا قانون كيبلر الثالث ونأخذ الجواب الصحيح.
طيب نرجع لعلاقتنا، إذا كلنا استرجعنا قوانين وقانون كيبلر الثالث، الكل راح يقول لي إنه الجواب هو عبارة عن جواب دي. إذا الجواب دي هو تي واحد مربع على تي اثنين مربع يساوي آر واحد مكعب على آر اثنين تكعيب. يلي نسيان ما هي مفاهيم قانون كيبلر الثالث، قانون كيبلر الثالث عم يربط لي دور الكوكب الأول على دور الكوكب الثاني على القوس تربيع يساوي مكعب بعد الكوكب الأول على مكعب بعد الكوكب الثاني. إذا الجواب اللي راح أخذه هو عبارة عن جواب D. ننتقل للفقرة الثالثة من ورقة العمل. عبتقلي الفقرة الثالثة قارن المسافة التي تقطعها الأرض من النقطة 1 إلى النقطة 2 ومن النقطة 6 إلى النقطة 7 كما في الشكل. إذا الشكل مثل ما اتفقنا لما أخذنا الدرس أو القسم النظري من هذا الدرس، فهي عبارة هذا الشكل يعبر عن مسار الأرض حول الشمس، وهالمسار يقطع مساحات متساوية خلال أزمنة متساوية. طبعا وهن هالمساحات أو هالمسافات تبين دوران الأرض خلال أشهر معينة، هون الشهر الأول، هون صارت في الشهر الثاني، هون الشهر الثالث إلى آخره. المطلوب ما هي أو مقارنة المسافة بين واحد الشهر الأول والشهر الثاني مع المسافة التي تقطعها الأرض بين الشهر السادس والشهر السابع. رح نعطيكم دقيقتين تفكير تفكروا فيها وبعدها نشوف إجاباتكم. أظن دقيقة هي عبارة عن وقت كافي. إذا أنا بلاحظ إنه بين الشهر الأول والثاني الأرض كانت المسافة اللي قطعتها هي عبارة عن مسافة كبيرة، بينما من الشهر السادس إلى الشهر السابع خلال شهر كامل ما قطعت غير هالمسافة الصغيرة. إذا بين الشهر الأول والشهر الثاني قطعت مسافة كبيرة، بينما بين الشهر السادس والشهر السابع قطعت مسافة صغيرة، والزمن هون متساوي مثل ما اتفقنا. إذا الشهر تقريبا هو 30 يوم. طيب لما بالشهر الأول إلى الشهر الثاني قطعت مسافة كبيرة خلال نفس الزمن اللي قطعت فيه هون بين الشهر السادس والسابع مسافة قليلة، ماذا نستنتج؟ إنه لما بقطع أنا أو الأرض بتقطع مسافة صغيرة مسافة كبيرة خلال زمن، بينما هون قطعت مسافة صغيرة خلال نفس الزمن، معناتها السرعة هون كانت أكبر من السرعة هون. خلينا نشوف شو الإجابة النموذجية. الإجابة النموذجية عم بتقول لي إنه نلاحظ أن المسافة التي تقطعها الأرض من الموضع واحد إلى الموضع اثنين أكبر من المسافة التي تقطعها من الموضع ستة إلى الموضع سبعة. إذا المسافة بين 1 و 2 مثل ما حكينا أكبر من المسافة بين 6 و 7. قال لي وذلك بكونها عند الموضع 1 والموضع 2 تكون أقرب إلى الشمس. طيب فعلا قال إذا رجعنا للرسمة بلاحظ أنه بين الموضع 1 والموضع 2 بتكون الكرة الأرضية قريبة من الشمس،
ونحن أخذنا أنه كلما كانت أقرب من الشمس تكون السرعة أكبر. إذن وحسب قوانين كيبلر فإن الأرض تتحرك بسرعة أكبر عندما تكون أقرب من الشمس، وبما أن العلاقة بين السرعة والمسافة علاقة طردية، يعني كلما زادت المسافة خلال نفس الزمن معناتها السرعة عندي عم بتزيد. إذن وبما أن العلاقة بين السرعة والمسافة علاقة طردية، فكلما ازدادت السرعة ازدادت المسافة المقطوعة. رح نبدأ بالفقرة اللي بعدها اللي هي عبارة عن حل المسألة. قبل ما أبدأ بحل المسألة بتمنى من كل طالب يراجع قوانين كيبلر وخاصة قانون كيبلر الثالث، يضعه على جنب، يوضح المفاهيم لحاله، يراجع من الفيديوهات السابقة، وبعدها نبدأ بالمسألة. المسألة هي عبارة عن كالتالي: قمران صناعيان في مدار حول كوكب يبلغ نصف قطر المدار لأحدهما 8 ضرب 10 قوة 2 متر. كما يبلغ الزمن الدوري لدوران هذا القمر الصناعي 1 ضرب 10 قوة 6 ثانية، ويبلغ نصف قطر القمر الصناعي الثاني 2 ضرب 10 قوة 7 متر. فما الزمن الدوري لدوران القمر الثاني؟ خلينا ناخذ 3 دقائق نحاول نفكر فيها بالمسألة. طيب شباب، رح نحاول نبدأ بالمسألة. أقول لي قمران صناعيان في مدار حول كوكب يبلغ نصف قطر المدار. طبعا أول شيء اللي قمران، طيب بما أنه قمران فلازم أقسم المسألة لقسمين،
دائما احنا عندي تي واحد تي اثنين، عندي ار واحد ار اثنين. اذا القمر الصناعي الاول يبلغ نصف قطر المدار له 8 ضرب 10 قوة 2 متر. اذا ار واحد يساوي 8 ضرب 10 قوة 2 متر. كما يبلغ الزمن الدوري لدوران هذا القمر، يعني لساعتنا بنفس القمر وعم نحكي عن زمن دوري، معناتها تي واحد لأنه لساعتنا بالقمر الأول، تي واحد تساوي 1 ضرب 10 قوة 6 ثانية. كما يبلغ نصف القطر القمر الصناعي الثاني 2 ضرب 10 قوة 7 متر. إذا هون انتقلنا للقمر الصناعي الثاني، فبيقول لي يبلغ نصف قطره. لما بيحكي عن نصف قطر يعني بيحكي عن R، بما أنه للقمر الصناعي الثاني معناتها بيحكي عن R2. قال لي فما الزمن الدوري؟ لما بيسألني عن الزمن يعني بيسألني عن T، وبما أنه للقمر الثاني فصار عندي T2 هي مجهولة. إذا المعطيات كالتالي: R1 8 ضرب 10 قوة 2، تي واحد تساوي 1 ضرب 10 قوة 6 ثانية، ونصف وآر 2 تساوي 2 ضرب 10 قوة 7، ومطلوب حساب تي 2. الحل: نطبق قانون نيوتن الثالث، عفوا قانون كيبلر الثالث، R1 تكعيب على R2 تكعيب يساوي T1 تربيع على T2 تربيع. طبعا T1 هي زمن الدوري للقمر الصناعي الأول، T2 زمن دوري القمر الصناعي الثاني، R1 هو عبارة عن بعد الكوكب الأول أو القمر الصناعي الأول، وR2 هو عبارة عن بعد القمر الصناعي الثاني. نعوض في العلاقة. إذا نصف قطر مدار الكوكب الأول هو عبارة عن 8 ضرب 10، أي عبارة أس 2 وليس 102. إذا خطأ طباعي 8 ضرب 10 أس 2 أو قوة 2، والقوس كله عليه تكعيب. أما هون ف 2 ضرب 10 قوة 7، كمان هون ليست 107 وإنما هي 10 قوة 7، والكل على القوس تكعيب. طبعا بالطرف الثاني الزمن الدوري الأول 1 ضرب 10 كمان قوة 6 وليس 6، إذا هي 6 هي عبارة عن قوة وليس 106. إذا 1 ضرب 10 قوة 6 وعليه تربيع على تي 2 وعليه تربيع. بالحساب نجد طبعا نحن مثل ما تعلمنا أنه أنا لازم أضرب الطرف الأول والطرف المقبيله والرقم الباقيان بقسم عليه. إذا بالحساب نجد تي 2، طبعا أنا راح طالع الجواب مثل ما قلنا، نقول 1 ضرب 10 قوة 6 على القوس تربيع الكل، ضرب 2 ضرب 10 قوة 7 والكل على القوس تكعيب، وراح أقسم على 8 ضرب 10 قوة 2 على القوس تكعيب. الجواب راح يطالع لي قيمة تي 2 تربيع وليس تي 2. فشو المطلوب مني ساوي؟ المطلوب انه بعد ما يطلع معي الجواب تبع العملية اللي حكينا عليها، اكتب او اوضع الجذر التربيعي. اذا وبالحساب نجد مع الجذر التربيعي نجد قيمة تي 2. طبعا بتمنى منكم انه كلياتكم طالعوا قيمة تي 2 باستخدام الآلة الحاسبة. إذا مثل ما قلنا راح أضرب 2 ضرب 10 قوة 7 تكعيب، ضرب 1 ضرب 10 قوة 6 تربيع، وبقسم الكل على 8 ضرب 10 قوة 2 تكعيب. بس يطلع معي الجواب بقوم بعملية الجذر التربيعي فبيطلع معي قيمة تي 2. طيب بدي أسألكم سؤال، ما هي واحدة تي 2؟ ما هي واحدة تي 2؟ لو أنا رجعت لنص المسألة فبطلع على واحدة الزمن المعطى. طيب المسألة قال لي والزمن الدوري لهذا القمر الصناعي ثانية،
طيب أنا لما بدي طالع قيمة T2 بعد ما تطلع معي بالآلة الحاسبة، أكيد كمان لازم تطلع معي بوحدة الثانية. إذا لو كان الزمن الدوري بالمسألة بالسنة، فالواحدة سنة. لو كانت يوم، فالواحدة يوم. لو كانت يوم شهر، فالواحدة مثل ما هي مكتوبة. طبعا هيك طلابنا الأعزاء نكون خلصنا من حل ورقة عمل الجاذبية. السلام عليكم وبالتوفيق إن شاء الله.